السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سود وهذا دمانتين مقاعد وادقسي هل كان تقدر أول إنسان وهل على تي في؟ ما أتوقع أن ربع إنا إدلو وده توبيك آت ياد مهمة. أنا من السنة هاي أنا حتى تي دلني رأى أما قبل دلني رأى الصوماليات وحن رأينا إدلو ده كمان تي أما كارلو the most difficult and painful age مركين نقطه. نرى الصوماليات حلقة أوجود لبك بدن لبات أوجود بدن يحنونك أوجود بدن أن وجهنا أما فيس كرينو أبارنا ما تين كهذا وهي هاي وعور محلقاس هذا الكيان أنك بدن لباتن يشان إلى صدن يشان وأجك أما حلقة دلنيرا الصوماليات ويلي كبربا أي تريمان أما فيس كريان حال هذا أوجهن إنولات ما هي تصابته وهي هاي. مدة كوباد وبرشان وحا أغنهاي قفكو اسكول بكا صباحيا نلاشو اسكول كورتوان نلول آدو معان رنعان تقوو قف مركو اسكول لغان ايو أدوم كلو جوغا حال ديس ويدقين تاي استريس مالهان وحو ربا عام كفكر او نختار نقضو انو بيلاد نقال ديون امسيه انو مدحوذان نقال ايو امسيه دريم بالغوذ بلولي مركو اسكول كلو جوغا هذا عمرك مركو حبرشة لغا بحامة جامعة دو اسكول رسول مي اسكول كأما جامعة دو قفكو مركو دو مي يوحا دعا وحو لكو المي نولول بنان كأه و آدو أدق يو وح قرشة عم بلانا سوغو هين كوة مداث وحافولة يعوليز فاملكي انو حقولو يجوغو انطلعونو وحالة دي هو يدي آبه انتاس سان سوكرن اي او سان كنتروبيشن لان وحوك سوكرن برشر بيو كينيسا مدة كله ولا بعد وقفكي سكيل ملها حبرش السود مايي ثيرو برت قفكي واحد سكيل ملها قفكي عدين ده أوفيس استادي مركو واحد حبرش هذا لما يسو ما سامعين كره هل سكيل أما هل واحد أو سكيلة إلى نلاش وشق شغل واحد مدة بيسكا فنمنتال كأوما يمسا واحد قفكي إنه برتو حرفة صوب تقفك ده حرفة اللي هي ما شاء وتشوك شغل قليا حرف الله أنت وامد كمدة أيضا مدة كأنت بريشر كأنه يسيع وليسك وفي مركز شهادة تفوتة هل وحبس وكبت بهذه كراقف كامرك وإن عاونات وهلا أقول تسمع عاون سيا وإن عاونات كهلا كعن كلاقه لفت سيسة مسياسي أما ذلك يسوق أنا عسلة وإن هلا هدوه لقفك وفيلوا وهي هاي حالة داس قفك انتو كتشر وحا ترتوح يا لك الله كل مو محا كمي دا وحا كمي دا وحو أركي ياس اما أركي سا كيسا مركات في ريسو ام حقي حقا ديكتو وحا أركي سا ساحيبا دا قيب كمي دا ايه نولوشو ساعد دي شالعان وقالي وحا برشي مركو دا ميسينين كان برلين مريكنا لو حري يورو بوتاقي مريكن بوتاقي واي ما دي لعبتي ساي قاريقي ساي نولوشي سا توسن وقور سدي شقو هايستا قرود السنة يا إسكو منا واحدة لكن difference إجا وحوي هاي situation كينا كله دوين بعد قرون هذي النقطة فهم الكسال جابي إن كذا قال كأول كرويهن ويعاويهن تعرفنا واحد كينيس حنون كله كينيس قفكو إن تنولا صوبتوا قف عاجا وعاد هل ملو يجوكتين أما هل جلسوا الأدين أو نولش السمية مركع دركتو قارو وتر هير سما يستي أو أن يأدي يقاطع كويسو you see وعلى بس سيناريو هذا كله فجوة قف كنا واحد كيني كرتا حنون يا ديبريشن عم قف كوني سلاح له سوتو حس وديني ساعة واي هذا قعد قصة ما يلا أنا لش قف كان بواسطة ما ينير واي حالة ده قف مر كوتشر مرك ما دعه لا بخطر بعد دعه أنت بدن وأنا قعد قصة ما ينير كرتا مد قف كوني قصة ما ينير يا ديت كسوق دويل باتاي عرض باتاي غير بدو ينتهي هايو با قرية سوتش بيسير مقاحي هي إني مريعة قد بعانا بنان كده حبر شاد معناها ماهر كم سو قرسي عم بحك صبرتي نلاش ما كان سكول كبح الوقت قاعد everything is hard every step وعرفت أنا بقاعده وchallenge جوا ملوك ما قاعد كرتين and لأن يرد أنت بدن علتانات فيها إقاطان وحكم ده ديت مستمعين حر جور بقته وشرته حبيبي قلبي رونا يا بالسكلي حالها نوع سوكلا استويشن نوع سوكلا لا بقى التانتيف بس بلي انا نقطة قفتة قال لما وفيترة
oo adoo og inaysan waxan macquul ahayn dagaal gala iyo inaad samayso waxyaalo adiga ku qanciya xiriirka kamida alcoholic ba kamida noqoto daroogada kamida iska qeyso baluud yeelato shadaad iska cabto qaadkaaga iska cunto gabadha arasid buu jacayl u sheegato nolol xaalad kale aad abuureysaa in the real wixii noloshii dhabta ahayd oo reality ahayd ba dhan baad ka dhacda ilaa inaad adagtahay oo aad aragto moogta marka waa isdhiibtay ba xaalad kaloo been aad iska abuureysaa waa khataraha aan samayno haddaan nahay dhalinyaro soomaalida midda kale ee inta badan dhibaatada keenta ama ma garanaysaa ku furaysa qofka inuu culays badan la kulmo waxaa ka mid ah saaxiibkaa baa kusoo wacay maal maalmaha ka mid ah waa ku casuumayaa oo qof aad classmate ahaydeen ama asxaab ahaydeen kadib waxaa dhacda marka inaysan cuntada xitaa kugu soconayn qofku damiir qofka ilaahay wuxuu siiyey damiir iyo waxyaala naftiisu diido okay adoo xaasid ahayn oo qofkan walaalkaa wuxuu haysta aan ka xumayn oo xaasid ahayn haddana in dibli waxaad ka xumaanaysaa heerkaa joogto waa isxanaananaysaa waxaad mar walba liidaysaa buu laynkaa taagan tahay inuusan ahayn kii aad u qalantay waxaad isku dayaysaa inaad xoog tallaabooyin awood la dhaqaaqdo hal mar booda that's why ay dhalinyarada soomaali intooda badan u tahriibayaan sababta wuxuu aaminsan yahay inay noloshiisu aysan caqabad ka baxayn uusan cuqdad ka baxayn ilaa hal mar intuu baddaa jeexo ama u dhinto ama uu nolol helo waxyaalaha keenay weeye in garanaysa qofta inay tahriibaan oo kale waa xilliyadaas oo kale xilliyada tahriibka xilliyahaas oo kale waa xilliyada dadku daroogada iyo balwadda iyo waxaan bartaan waa xilliyadaas oo kale xilliyada falaalka guracan dhalinyaradan ay ku kacdaan muxuu yahay marka xalku waa maxay moralka storigan aad ila wadaagayo xalku aniga fikirkayga kaagaanu waad nala wadaagi kartaa xalku waxaa weeye horta marka koowaad ilaahay baa ku abuurtay qof muslimaan tahay waxaa jirta in waddo walbaad qaadayso iyo meel walbaan ka baxayno ay tahay wax qoran oo ilaahay subxaanahu qadirka xaggiisa ka qoran marka waxaa u baahana horta inaan guusheenna iyo dagaalkeenna iyo dadaalkeennaba ilaahay la kaashanno shanta salaadood ee faralka ee ah xiriirka ilaahay iyo addoonkaas u dhexeeya horta ka soo bax shantaas salaadood haddaad awoodi weyday inaad ogto waxaad u qaadan kartaa naftaada inaad luuser tahay wax kale masoo kordhinaysa sababto noloshu way adag tahay waddaba waa dhisanaysaa adoo shan salaad oogin maad wax dhisaysaa run baa raba moogta horta waa inaad first challenge ugu horreeya uu yahay tan ilaahay aadi ka soo bax waxaan u baahanna marka annaguna isku tashanno qorshooyinka noocaas oo kaleana in laga digtoonaado ma garanaysaa oo aan hoog badan iyo boholo badan lagu dhicin xilliga aad ku jirno halganka aad ku jirto aad ba umahadsan tihiin haddii aad tahay qof ka mid ah qof xaaladahan ku sugan commentskashka nagula wadaag haddii aad dhaaftay aad soo martay aad dhaaftayna sidoo kale nala wadaag so that aan u fahanno experiencigaagii iyo waxaad la kulantay iyo saad wax u maaraysay aad ba umahadsan tihiin soomaaliya ha noolaato one love